مساحات خضراء تحولت إلى مصب نفايات وأماكن لشرب الخمر، فضاءات عمومية تغيب فيها كل وسائل الترفيه، أصبحت مناطق مهجورة تبعث بالرعب في أنفس مرتاديها. فضاءات خضراء ما عندناش، بس فاقس ناقصين بصراحة. مثلا كي الجردة هذه، الجردة هذه ناقصة برشا حوايج. الحاجة الوحيدة الأمن، الثانية وسخ فيها، ما هيش حتى إنسان كي جايب عيلته ما يلقاش راحته. تعرف الفساد بعينك في الجردة، وتجيب الصغير يكون يتفرج على الشيء هذاك. ما صاوسين بنتي انا ما نجيبهاش، قول لي هجني للجردة اللي نخدم فيها، ولا ما نهزكش ما نهزكش، خاطر الشيء نرى في بعينيا. هي اصلا منتزهات في صفاقس ما عندناش احنا، فهمت؟ وثانيا اذا انسان صاحب عائله ما نظنيش كان يخمم باش يمشي المنتزه في صفاقس اذا هذا توجد، فهمت؟ واذا الا هو موجود انا ما على باليش به، على خاطر مش باش يلقى راحته غادي اصلا، فهمت؟ مش يلقى معناها ديكلوشار، سامحني في الكلمه، فهمت؟ عباد، فهمتني؟ ولا ما تخليكش ترتاح، ما تخليكش تتفرهد. الشعب مش مستوى متاع حدائق، مازلنا متخلفين ياسر. الحدائق اللي يستعملوا فيها ولا عنده جبل يجي يصب هنا بالنسبه للمناطق الخضراء في ولايه صفاقس، صحيح تشهد نقص كبير في مجال الصيانه والتعهد، وهذايا معناتها الشيء هذايا منذ في خلال السنتين الاخيرتين لاحظوا هذايا النقص هذايا، وهذا راجع للاسباب التاليه: إحالة العديد من العملاء على التقاعد ولم يقع التعويض متاعهم، حوالي 20 عامل احتالوا على التقاعد ولم يقع تعويضهم، من جملة 50 عامل مخصصين لصيانة المناطق الخضراء في كل مدينة صفاقس. هذا إلى جانب انقطاع عملة الحظائر، كانت البلدية تتمتع بحصة حوالي 30,000 دينار في السنة من الحظائر الجهوية للتنمية، خلال السنتين الأخيرتين وقع انقطاع متاع العمل هذوما. أهالي صفاقس يطلقون صيحة فزع لغياب الأمن والرقابة في مثل هذه المناطق الخضراء التي انتشر فيها الفساد بصفة ملحوظة دون رادع ودون رقيب، مما جعلهم يخشون اصطحاب عائلاتهم وأطفالهم للترفيه، مطالبين بمزيد من الاهتمام من طرف المسؤولين لمثل هذه المساحات التي تعد المتنفس الوحيد لعائلات تنقصها الإمكانيات لارتياد الأماكن الترفيهية البعيدة. هيك ضعف الحالة اللي تخلينا نجو لهنا، نبقوا حتى سويعة ولا سويعتين نتفرهن نحن وصغار ونروح. الأمن هو الأساس في صفاقس كاملة، مش كان في الجردة، في الشارع، في كل بقعة. نتمنى أنه الأمن يكون واقف في برشا حاجات. احنا من السلمي خلينا مش انا نخدموا فيها، وكان مش معنا شافنا يطلع علينا ويمشي ويجي علينا، ما فيهاش امن كل زاده. ما تلقيه صاصين يهدم عليك واحد ما تخاف. بس انا قاعد غادي وجاني واحد وسيف نادى بيا ديريكت، كان معايا واحد نعرفه، انا زميل يخدم معايا. البلديات يقوموا بالواجب عن تكثروا، خاطر الصغار ما عندهمش وين يلعبوا. نوجه نداء انا زاده باش يتلهوا لنا شويه بالحدائق العموميه، باش يلقى الواحد فين يترفه، فين يتفرهد، فين مثلا يهز صغيرات يتفرهدوا وكذا، ويكلفوا معناها ناس مسؤولة مراقبة معناها يعاينوا فهمتي المناطق الخضراء هذه. المعقول أن يكون المساحات الخضراء أكثر من هكا، باه دونك أولا فما نقص، ثانيا العناية يلزمها تكون خير، يعني فضاءات خضراء. لو كان نسألوا أي مواطن نقول له اسكو أنت قاعد مثلا تخرج مع مرتك وصغارك هكا، ولا نهار حد صباح ولا سبت عشيه تعمل بيكنيك في الجرده، صعيب باش تلقى شكون يخرج يمشي يقعد في الفضاءات الخضراء هذوما. علاش؟ خاطر فما نقص عنايه. كي تكون فما نقص عنايه دونك الفضاء يولي مهمل، دونك يولي يستقطب اشخاص معينين اللي نوعا ما مش غير مرغوب فيهم برشا. اجراءات اتخذتها بلديه صفاقس من شانها ان تعيد الروح لهذه المساحات وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين. شرعت البلدية في تركيز مقاعد عمومية بمختلف محطات التاكسيات والساحات العامة، وقامت بإعداد صفقة لاقتناء 100 سلة مهملات باش يوقع تركيزها خلال الأيام القليلة القادمة. سلات المهملات عندنا 100 سلة مهملة، 100 سلة مهملات باش يوقع تركيزها في مختلف الحدائق والساحات العامة وبعض مداخل المدينة. هنا في منتزه الطفل والعائله انطلقت حمله النظافه والعنايه به،
منذ 3 أيام ومش تنطلق على مدى حوالي الشهر باش تكون المنتزه هذية يكون في مظهر جمالي أنيق. المناطق الخضراء بصفاقس تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من طرف المسؤولين ووعي المواطنين لجعل مثل هذه المساحات جنة تطيب فيها الراحة وتعود لتقدم دورها الطبيعي على أحسن وجه، فلا تتحول من نعمة إلى نقمة.